النهارده نادي الزمالك انتصر انتصارين، انتصارين بستة بونت. انتصار داخل المستطيل الأخضر في مباراة الزمالك والاتحاد، وده هنتكلم عنه باستفاضة بعد شوية، وانتصار آخر بمس كيان نادي الزمالك بأكمله. ويمكن النهارده كلام هنقوله لأول مرة وما كناش بنتكلم فيه، وهو إسدال الستار على ملف شائك كان مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن الكبير المحترم كابتن حسين لبيب، حريص على إبعاده عن أذهانهم وأذهان الجماهير. وزي ما أنا بقول لحضراتكم، لأول مرة هنتكلم في الموضوع ده من حوالي داخلين على 6 شهور تقريبا من وقت ما المجلس كسب الانتخابات وكان ليه الحظ انه يكون متواجد في نادي الزمالك ورئاسة نادي الزمالك ويقود السفينة الى التتويجات مرة تانية. والبداية، البداية ان احنا نرجع تاني على البطولات القارية، كانت بطولة الكونفدرالية، وده اللي كان في المتناول في الايد وخدناه. ولكن مجلس الإدارة وكابتن حسين لبيب بالأخص كان بعد النقطة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم دي عن المجلس، عن الجمعية العمومية، عن الجمهور، وهو ملف الطعون والقضايا اللي كانت بتشكك في صحة إجراءات انتخابات نادي الزمالك الأخيرة. خلاص الحمد لله، رسميا النهاردة القضاء المصري المحترم حسم قراره برفض جميع الطعون الخاصة ببطلان انتخابات نادي الزمالك الأخيرة، بجانب إلغاء الأحكام السابقة على مقعد أمين الصندوق. يعني إيه؟ يعني يستمر مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل بالكامل من أول رئيس النادي لحد أعضاء تحت السن، المجلس بالكامل يستمر في مهام عمله وينتهي، يعني مش هقول كابوس لانه ما كانش كابوس، لكن تنتهي العتمة اللي كانت وسط شعاع النور لمستقبل ابيض جميل مزدهر باذن الله. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان من اول يوم النتيجة ظهرت فيه في الانتخابات وعرفنا ان مجلس الادارة بقيادة كابتن حسين لبيب وكل اعضاء مجلس الادارة مكمل وكسب الانتخابات، واحنا عارفين ان من تاني يوم الناس اللي بيحبوا نادي الزمالك كتير من تاني يوم على طول قواضي وطعون وتشكيك، وتشكيك في صحة الانتخابات، تشكيك في ان يعني مقعد امين الصندوق في عليه كلام وطعن، كل ده كان موجود. طيب كل ده كان موجود وانت عندك حجز على ارصدة النادي، كل ده كان موجود وانت عندك ايقاف قيد، كل ده كان موجود وانت عندك مشاكل في البنية التحتية للمقر النادي، نادي الزمالك، فدي مشاكل مع الجمعية العمومية. كل ده كان موجود وانت عندك اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الإداري والموظفين والعمال، كل النادي محدش بياخد فلوس، واللي كان بيشتغل في النادي بقول لحضراتكم بيشتغل في النادي عشان بيحب النادي، كانش حد بياخد جنيه. كل ده كان موجود والمجلس كان شغال وحل مشكلة الضرائب وحل مشكلة القيد، كانت حوالي 11 قضية مختلفة، منهم ناس ما كانوش راضين أصلا يتجاوبوا معاك كنادي زمالك اتحلت، لعيبة بتاخد فلوسها، بطولات ورجعنا ليها مرة تانية، بطولة الكونفدرالية ورجعنا وخدناها، ودي اللي كانت موجودة